مصر وادي انطلاقه من كهرباء ومحاوله جديده وانطلاقه مصريه البحث عن الامل. كهرباء كهرباء ادي يا راجل النجم الكبير خلص يا صلاح لم على طول وادي عبد الله يا حبيبي يا حبيبي يا عبد الله يا حبيبي يا عبد الله يا عبد الله يا عبد الله عبد الله كره ثابته على حدود منطقه الجزاء ما بين محمد صلاح وعبد الله السعيد. محمد صلاح يسدد خد باله دي امامنا كره لمنتخبنا المصري جهد كبير من جانب الفريقين. عبد الله السعيد على القائم الاول هيا 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 يا كهربا محمود كهربا محمود كهربا كهربا يا كهربا كره من المحمدي الاستلام كهربا صلح كره حلوه صلاح يا ولد وملان حكم اللقاء يدي الإشارة عبد الله السعيد وفي القائم وفي القائم الأولى في القائم حضري أدي أمامنا الكورة ركلة الرابعة إيربي كوفي إيربي كوفي يا حضري يا أسطورة يا أسطورة حضري تراوري وعصام الحضري برتران تراوري يا يا هيا 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 بص شوف بص الله عليك يا مصر الله عليك يا مصر وانتي منوره بالنصر مصر النهائي مصر النهائي افرحوا يا مصريين افرحوا يا مصريين خلاص 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 مصر في النهائي.